كل يوم في الأحسن بأمر الله. ناحية المستوى مستوى مفيش حد يختلف عليه، يعني الأداء يعني هايل، وحسام البدر طبعا شغله واضح ما حدش يختلف عن كده، نقاد محللين ما حدش عنده يعني تناقض، ما حدش فيش نقد، يعني كله يعني بيشكر في أداء النادي الأهلي ومفيش اختلاف على كده. الحمد لله والشكر لله، احنا بقينا احسن فرقه في مصر دلوقتي، واللعيبه كلها منسجمه، حتى اللي بيجي من بره جبنا اتنين لعيبه في الموسم الشتوي كده، هم الاتنين لعيبه اتاقلموا من اللعيبه، واحنا احسن فرقه في مصر من النتائج وبتاع، 11 فوز او 12 فوز هم ومتهيئ تاني. حسم بطوله الدوري بشكل كبير جدا، فاتل الكاس طبعا ماشيين فيه بخطه كويسه، بطوله افريقيا طبعا هي دي الاهم بالنسبه لنا، لابد من ان احنا نركز فيها لان بقى لنا كتير ما خدناهاش. والاهلي ده في دمنا من زمان وبنتفرج عليه، لاننا مصريين اتولدنا لقينا نفسنا بنحب الاهلي. بالنسبه لمستوى الاهلي خادع، لان مفيش فرق قدامه. زمان كان حسين امام، مرحوم حسين امام، كان حكم دولي وماسك كليه الزراعه، بيعمل حاجه اسمها سود صياد الزراعه، كان كل فرقه وكل مدرسه وكل جامعه وكل نادي بيعمل الف وب، الاهلي لازم يتعمل له الف وب عشان ياخد اول وتاني. اللي قاعدين على الخط في الاهلي كسروا الدنيا في اي حته، ومستواهم اعلى من اي لعيب اساسي في اي نادي تاني. طبعا مستوى من احسن مستويات الفرق الموجوده في مصر، باستقرار الفني والاداري هو اللي مساعد النادي الاهلي على تحقيق نتائج، حتى بعد الانتخابات بعد ما رحل المجلس السابق وجه المجلس الجديد، فالمستوى والفريق والاداره هي فما فيش تاثير باي حاجه الحمد لله، ودي ميزه النادي الاهلي دايما ان هو نادي بطولات، وان تغيير مجلس الاداره ما بياثرش على الكوره. طبعا مستوى هايل مفيش كلام، والاهلي بمن حضر والرجاله يعني بتادي كويس جدا، الاهلي عنده فرقه واثنين وثلاثه يقدروا يسدوا ويلعبوا افريقيا ويلعبوا في كل مكان يشرف النادي الاهلي. شايف ان في توفيق كبير الحمد لله للكابتن حسام البدري، كمان ان هو كمان يعني الخطط اللي بيعملها ودارس كويس جدا الناس اللي بيلعب قدامها، وده بيساعدنا كتير ان احنا نادي بشكل كويس قوي. وما شاء الله طبعا المكسب كبير وبيبقى بديفرنسز جون واثنين وثلاثه، فما شاء الله انا شايف ان دي من احسن فترات النادي الاهلي، واحنا موفقين جدا والحمد لله ان في تواصل. يعني الاول كان في ناس، كان في مجلس اداره جاب لعيبه كويسه، النهارده احنا بنستفيد بيها يا اما بنلعبها يا اما بنبيعها، فكل ده لتواصل للكيان وللنادي الاهلي. والله انا اعتقد ان شاء الله ممكن يعملوا عمل جامد قوي في السنه الجايه، الفتره اللي جايه ديت، وبعدين هم ناس بصراحه يعني انا مش شايف حد في مستواه. الفتره اللي فاتت كانت فتره برضو جميله وجدا، بس الفتره الحاليه دلوقتي فتره جميله، فتره قويه جدا، فتره لعيبه بنكسب بالخمسه وبالاربعه، ممكن نجيب ازيد من كده كمان، لان فريق النادي الاهلي جاهز لجميع الماتشات الدوليه، اذا كانت افريقيا، اذا كان دوري، اذا كان كاس سوبر، اذا كان اي كاس، اي حته في مصر وفي العالم كله النادي الاهلي قادر انه يكسب اي فرقه، لان احنا عندنا فرقتين مش فرقه، والكابتن حسام البدري عامل شغل كويس جدا. بالنسبه للنادي الاهلي يعني بدايه كده نقول له مبروك مقدما، اولا العروض جميله جدا وشيقه جدا، انا كواحد زملكاوي بقول برضو يعني الماتش بيشدني فعلا ان انا اتفرج معاه للاخر. الحقيقه ده النادي الاهلي اهم مميزاته يمتاز بالثبات، وطبعا اضف على الثبات التقدم، وده شيء يحسب للنادي الاهلي ويحسب لادارته ويحسب طبعا للجهاز الفني في المقام الاول يعني.